للحديث عن ظاهرة العشوائيات في العراق وتحولها لتكون بابا من أبواب تبييض الأموال وغسيلها، من عمان معنا الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير إياد العناز. أهلا بك سيد إياد. بداية، شبكة الصحافة الاستقصائية أكدت أن السوق العقارية في بغداد تحولت لغسالة أموال خاصة بالسياسيين والميليشيات المتهربين من العقوبات. السؤال هنا، أين السلطات الرقابية مما يجري؟ كيف تسمح بهذه العمليات؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساكم بخير، تحياتي لك ولمشاهدي القناة. أهلا بك. بداية، علينا أن نعلم أنه ظاهرة الفساد أصبحت سمة من سمات المجتمع العراقي، تحديدا بعد العدوان وبعد الغزو الأمريكي على البلاد في 9 من نيسان 2003. نعم. وهذه الآفة طبعا بدأت تهدد أمن واستقرار العراق، وتستهدف الثروات الطبيعية وإمكانيات الدولة المادية، وهذه بالتحديد راح تؤثر على ماذا؟ على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية. وعندما يكون هناك تأثير على منظومتين مهمتين في حياة الفرد العراقي، ستساهم هذه في إضعاف البنية التحتية للاقتصاد العراقي. نعم. فإذا نحن أمام حالة من الفساد وحالة من التوسع فيها واعتبارها أداة سلبية. نعم، عندما تكون هذه الأدوات ماذا تنشئ؟ تنشئ طبقة طفيلية. هذه الطبقة الطفيلية ستكون هي الأداة التي تعمل على إيذاء المجتمع العراقي والتأثير على حياة المواطن باستغلال الكثير من المواد، باستغلال عمليات ثلاثة، إما تهريب الأموال أو تبييضها أو استغلالها في شراء بعض العقارات المهمة أو الأراضي الكبيرة أو التي تتمتع بامتياز في موقعها ويعني إمكانياتها استغلالها اقتصاديا لصالح هؤلاء المستغلين والفاسدين. لكن باعتقادكم سيد إياد، يعني كيف أسهمت هذه الأموال للسياسيين والميليشيات في خلق أزمات جديدة بالسكن والعقارات في بغداد؟ على أي أساس تسمح أمانة بغداد بهذه العمليات بالبناء في هذه المناطق؟ يعني إحنا عندما نتكلم هنا عن هذه الطبقة الطفيلية أو الطبقة الفاسدة، عندما نتكلم عن إمكانيات لديها، والإمكانيات ماذا؟ إمكانيات التأثير في بعض الأحيان على القرارات التي تصدر من الدوائر والمؤسسات والوزارات الرسمية بفعل ما تقدمه وما تفعله من في بعض الأحيان من استخدام أساليب بعيدة عن طبيعة التعامل اليومي، منها الأساليب المالية في تحقيق غاياتها ومنفعاتها الخاصة، تأسيس شبكات من الفساد الكبيرة والمدعومة من قبل شخصيات سياسية لها تأثيرها على الحكومة. أيضا ممكن أن تكون هذه الطبقة الفاسدة والطفيلية أيضا تتمتع بعلاقات أو تكون جزء من أحزاب سياسية تسيطر على العملية السياسية في العراق. إذا نحن أمام استمرار عملية في استغلال والهيمنة على الاقتصاد الوطني والتحكم بأدواته والتأثير على ماذا؟ على طبيعة الحال مع شيء المواطن. هذا من سيتضرر منها؟ سيتضرر الإنسان الفقير، المواطن الفقير الذي أصبح لا يستطيع في بعض الأحيان أن يحصل على قوت يومه بسبب تردي الأوضاع المعيشية وسوء الأوضاع الاقتصادية والأزمات التي يعني يعيشها المجتمع العراقي نتيجة عدم وجود كثير من أوجه التنمية الاجتماعية، أو أكثر من وجود العدالة الاجتماعية في تحديد كثير من المشاريع الاستراتيجية وإعادة تفعيلها لصالح المجتمع. جئت على ذكر الحالة الصعبة لكثير من المواطنين سيد علاء، وربما هذا يقودني إلى سؤال آخر، يعني كيف يمكن للحكومة أن تتغاضى عن هذا النشاط في مناطق تعود ملكيتها بالأساس للدولة وتسكن فيها طبقات فقيرة وعاجزة أمام الميليشيات التي يمكن أن تخرجها بالقوة كما جرى في بعض مناطق في البصرة؟ يعني احنا هنا علينا أن نذكر أنه تم يعني رصد هذه الحالة التي تفضلت بها، وهي تعتبر من الخروقات والسلبيات التي لا تتوافق كثير من أنظمة وقوانين يفترض الدولة في معالجة الأوضاع الاقتصادية أو كيفية التعامل والتصرف بالأموال العامة. يفترض أن هذه تكون عبر مراقبة ذاتية، عبر ثلاثة، يعني يجب أن تكون مراقبة من قبل هيئة النزاهة وأدواتها، يجب أن تكون مكاتب التفتيش والمفتشين موجودين في الوزارات، أيضا يجب أن تكون من قبل الرقابة المالية في وزارة المالية التي تعد التقارير السنوية لكيفية التصرف بالمال العام. يعني احنا اذا اتينا الى هذا الموضوع سنلاحظ ان استطاعت يعني بعض يعني هنا هيئه الاستثمار الوطنيه العراقيه وخلال بيان لها تقول قبل
أشهر أنه تم استعارة 400,000 دونم من أراضي التابعة للدولة كانت محجوزة تحت مظلة المشاريع الاستثمارية الوهمية. نعم. يعني هنا لدينا إحصائية تقول، هذه الإحصائية من هيئة النزاهة تقول أن هناك أكثر من 1770 مشروع وهمي في العراق، وأكثر من 500 مشروع متلكئ. نعم. وهذه تم صرف لها كثير من المبالغ. إذن هذه المبالغ عندما تصرف، وهذه المشاريع عندما لا تنفذ، وهذه الأراضي التي تابعة للدولة تستغل من قبل هذه الشبكات الفساد في العراق. إذن هذه الشبكات يجب أن نعلم أنه هي تتمتع ليس فقط بسعيها إلى الاستحواذ على أموال الأموال العامة وزيادة مساحة الفساد، وإنما تتمتع بقوة هي تأتيها من قبل الشخصيات. لكن في هذا الإطار، يعني ما الذي يمنع مناقشة قانون العشوائيات في البرلمان رغم الحاجة الملحة له، أو مثلا تطبيق قوانين أخرى للتهرب الضريبي وغسيل الأموال؟ يعني هنا يعني عليك أن تعلم جناب الكريم والمستمع والمشاهد الكريم، يعلم أن العراق الآن بسبب هذه الإشكاليات وبسبب هذه الوقائع والواقع المؤسف لعدم حضور مثل هذه القوانين التي تفضلت بها والتي يجب أن تراعي حياة المواطن في حياة حرة كريمة، أن تراعي المواطن في كيفية أن يعني يطمئن إلى مستقبله ومستقبل أجياله، في كيفية استثمار ثروته الوطنية. نحن نتكلم عن بلد العراق ينتج يوميا 4,250,000 برميل، واردات النفطية والعوائد المالية شهريا حسب إحصائية وزارة النفط أكثر من 10 إلى 11 مليار دولار. لكن مع الأسف عندما تأتي الآن وترى، نرى أنه الآن عدد العاطلين وحسب ما تقول وزارة التخطيط العراقية تمثل 10 مليون. يعني عندما نقول 10 مليون يعني 25% من الشعب العراقي الآن يعني تحت الفقر أو لا يوجد لديه إمكانية للعمل. هذا ستنعكس سلبيا على كثير من الظواهر السلبية، بحيث أن العراق الآن أصبح تسلسله من مجموع 180 دولة هو 157 في موضوع وخط الفساد. نعم. إلى السؤال الأخير سيد إياد كسبا للوقت، يعني إلى أي مدى بات العراق بحاجة فعلية إلى لجان تحقيق دولية، خاصة مع عجز السلطات الحكومية عن إيقاف كل عمليات تبييض الأموال والاختلاسات من أموال الضرائب والمؤسسات العامة؟ تفضل سيد إياد. يعني هنا يفترض أنه قبل أن نفكر بهذه اللجان الدولية أو يعني هناك لجان يفترض أن تكون داخلية، لكن كما قلت لك أنه اللجان الداخلية ماذا لا تفعل؟ لأنه عندما تحاول أن تبحث عن الفاسدين وهم معلومين، وتبحث عن شبكات الفساد وهم مؤشرين، ستفعل الكل الآن، كل الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال كلها تتكلم عن أول برنامج لها سنة مكافحة الفساد وعودة الأموال العراقية المنهوبة وعودة الأموال العراقية المهربة خارج العراق. لكن هم عندما يحاولون أن يدرسون هذا الموضوع يشكلون لجان لا تخرج بنتائج، لأنه إذا ما أمعنت هذه اللجان أو أمعن مجلس النواب في إصدار قوانين أو أنظمة أو مناقشة بشكل حرفي ودقيق، فهذا يعني ستؤثر على العملية السياسية وبالتالي ستهدد بقائها، وهذا لا طبعا لا يختلف عليه ولا يقبل عليه الجميع. من عمان كنت معنا عبر الهاتف الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير إياد العناز، شكرا جزيلا لك.